خالد برضو الماتش شفته البدايه نفسها زي ما قال كابتن رضا كده كانت فيها حماس، حتى ضربه البدايه واضح ان في فكره معينه عشان يحسسوا فريق الاكوادور ان هم هيضغطوا عليهم، لكن ده ما حصلش، مجرد بس هي الكره دي ولقينا الامور اختلفت. شايفها برضو هل ضغوط ولا فريق الاكوادور عارف هو بيعمل ايه؟ في نفس الوقت الخضه بقى مع امور كتير جدا حصلت للمنتخب القطري في الماتش ده هي اللي خلت الشكل يطلع بالشكل بالمنطق ده والنتيجه دي كمان. طيب عايز اخد من كلام عبد الرحمن ومن كلام كابتن رضا عشان ابني عليها اللي انا هقوله دلوقتي. كابتن رضا بيقول انه ما تلفش، لا لا مش هلف خالص، ستريت تو ذا بوينت، ستريت تو ذا بوينت. خالد اصل انا حبيبي، انا بحب الكره، بحب ان هو يروح للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. عبد الرحمن قال انه في خبرات بتتبني على مدار اكتر من 11 سنه كمان من ساعه ما فيليكس ما مسك اسباير في 2006 وهو عمال يتطور معاهم او يتدرج معاهم لحد ما وصل للمنتخب الاول، ومع ذلك ما شفناش، على الرغم ان هم شاركوا كوبا امريكا وشاركوا في كل الحاجات دي، الا ان احنا ما شفناش اللي المفروض نشوفه في تجميعة الخبرات دي. هرد بس على النقطه دي انه الضغوط النفسيه اللي على قطر دلوقتي، اول كاس عالم في المنطقه العربيه، مباراه افتتاحيه في دوله بتلعب لكاس عالم لاول مره في تاريخها قدام منتخب فيه لعيب زي انر فالنسيا، لعب وست هام، لعب ايفرتون، دلوقتي بيلعب في فنار بخشه، فعنده لعيب مميز جدا، ومنتخب الاكوادور مرشح ان هو يبقى واحد من الاحصنه السوداء في البطوله الحاليه، وبالتالي ده بيحط عبء اضافي، عبء نفسي اضافي على اللعيبه القطريين، خاصه ان ما عندهمش خبرات ولا حد فيهم حتى محترف. احنا القيمه السوقيه بتاعه منتخب قطر بتقدر ب 16 مليون يورو، ده قيمه سوقيه الواحد في دوريات اوروبا، يعني فاهم قصدي، يعني ما يعني حاجه قليله جدا، وبالتالي تجميع الخبرات للدوريات المحليه غير حتى لو كان شارك في كوبا امريكا وشارك في كل الحاجات دي، بس المحك بتاع كاس العالم على ارضك ليها رهبه مختلفه. خلينا نتكلم ان الرهبه دي كمان وصلت الى فيليكس سانشيز اللي عمل خطا انا شايفه خطا لا يغتفر، وهو كان العائق الاساسي، خطأين لا يغتفروا، خطأ في بداية الماتش بعبد الكريم حسن كسنتر باك ثالث، هو لعب 3-4-2-1 بأكرم عفيف وحسن اللي هيدوس تحت المعز علي، معز علي سترايكر صريح، المنطقي انه كان عبد الكريم حسن هو يلعب باك وينج ليفت عشان قدرته على الاستخلاص وقدرته على الاوفرات والكلام ده كله. أول كورة خطيرة في الشوط الثاني كانت عبد الكريم حسن وهو طالع عمل اوفر، راحت لبيدرو ميجيل عرضها المعز علي قلشت من قدام رجله. بس هنا المشكلة إن هو كان بيعتمد على عبد الكريم حسن كسنتر باك ثالث في الحالة الهجومية بيزيد يبقى باك ليفت، والباك ليفت اللي هو كان همام أحمد بيضم على قلب الملعب. هنا عملت مشكلة كبيرة جدا في الجاب اللي ما بين عبد الكريم حسن وما بين بسام الراوي اللي هو لا ما كانش بسام الراوي، كان بعلام خوخ اللي هو الليبرو، لا الليبرو اللي بيلعب في النص، اللي كان بيلعب في اسوأ لعيبه في الماتش، ده من اسوأ لعيبه في الماتش بالمناسبة، ده حقيقي الطويل الطويل هو عمل ميس بوزيشن كريم مضياف، كريم مضياف بيلعب في نص الملعب، بعلام خوخي بيلعب كسنتر باك اللي هو الليبرو جنبه عبد الكريم حسن، لما عبد الكريم حسن كان بيزيد المفروض انه بعلام كان يروح يغطي الحته اللي مكانه دي ما كانش بيروح لها، فخلقت جاب كبير جدا اللي ادت منها واحده مثلا ان احنا شفنا الهدف الثاني اللي دخل اللي احرزه برضو انر فالنسيا. ولكن على الرغم من ده عبد الكريم حسن كان بيزيد كتير فعمل ميس بوزيشننج، الا انه كان الاخطر او الجبهه بتاعته كانت الجبهه الاخطر، ودي معانا في الاحصائيات اللي هنجيبها بعد كده هنجيبها، كانت الجبهة الشمال لمنتخب قطر هي الجبهة الأكثر هجوما على مرمى الإكوادور، وبالتالي كان من البداية المفروض إن احنا نلعب عبد الكريم حسن كباك وينج شمال ونشيل همام يقعد في بيتهم ما عندناش مشكلة، ونلعب سنتر باك ثالث وخلاص، ونستفيد من عبد الكريم حسن هجوميا. الخطأ بتاع فيليكس سانشيز دوت أدى إن الماتش يتسحب بدري قوي من قطر وما عرفوش يرجعوا في النتيجه، فده الخطا بتاع عبد الكريم بتاع سوري فيليكس سانشيز. والخطا الثاني اللي اشار ليه كابتن رضا واللي انا متفق معاه بنسبه 100% حسن الهيدوس يطلع بعد اول 22 دقيقه ما يكملش حتى الشوط ماشي، بس بيقول كابتن فرقه يعني تمام يبقى بين التايمين عشان تكريما له تمام ماشي، وطلعوا بقى يعني كام نزل شويه في الدقيقه 71 واخد بالك
فانت انت اتاخرت قوي في التغييره دي ونزل مكانه محمد وعد. محمد وعد لما نزل عمل حركيه جامده جدا سواء في نص الملعب او على الجانب الايسر بالظبط كده عمل حركيه. ده بقى كان لاعب هو عبد الكريم ده مثلا الاثنين جابها واحده مثلا لان هو الراجل كان بيفكر في الحته الدفاعيه وما يخشش فيها جول. طب انت دخل فيه الجول اقلب خلاص خلص خلاص انا بلعب عشان ما يخشش فيها جول. الصراحه كابتن برده عشان يعني قبل ما اطلع الفاصل هم برده الاكوادور ما سمحوش في لحظه ان يبقى فيه جزء هجومي بيتحول بالنسبه حبيبي للخطر. انت عدي ضغط مستمر اللعيبه عندهم ريتم عالي قوي كابتن يعني والله السبب في السبب في لعيبه قطر والله متفق السبب فيهم المدرب رقم واحد بالطريقه اللي حفظها للعيبه دي. بص يا فاروق ما انت لعيب وعارف لما المدرب بيبقى نازل عايز يدافع فالحته الهجوميه بتبقى ضعيفه قوي عنده بيبقى مركز على الحته الدفاعيه اكتر لما بيخش فيه جون بيلطش ما بيشوفش. طيب انا بس عايز اؤكد على كلام رضا في 30 ثانيه اتفضل 20 ثانيه برضو خمس حته ان انت عبد الرحمن جميل ازاي المينتاليتي بتاعتك ان انت نازل تدافع في لقطه في الدقيقه 89 وقطر بتهاجم في لعيب في نص الملعب كان رقم 8 مش متذكر اسمه ايه استلم الكوره بظهره للجون وكم بظهره للجون الاكوادور ومن خوفه ان هو استلم لوحده مش عايز يلف لا تتقطع منه فضل قاعد يكمل لحد نص ملعبه وهو المفروض يجري الناحيه الثانيه هو خايف هو نازل مرعوب باللي حواليه برضه بالظبط كده فهو لعيب قطر ان هم هيضغطوا عليه مفكر ان هو هيضغط مش عايز يعمل عايز يفضل بلاي ستيشن عمال يرجع طيب هطلع